يقومون بليلة النصف من شعبان لما لها من فضل عظيم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام هذه الأيام المباركة، فهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. التفاصيل وزميلة إيمان حسن. إذا أردنا أن نتحدث عن ذكريات شهر شعبان، شهر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من الصيام فيه، وعندما سأله سيدنا أسامة بن زيد قائلا له: يا رسول الله، لم أرك تكثر من الصيام في شهر من الشهور بعد رمضان مثلما تصوم من شعبان. قال: يا أسامة، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجاء في معنى الحديث عن الإمام علي كرم الله وجهه قال: إذا كانت ليلة نصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وعند علمائنا وأهل المعرفة والعارفين بالله تم بليلة الدعاء، وإن كان الدعاء في كل وقت وحين من ليل أو نهار، ولكن في هناك أيام يخصصها الله تبارك وتعالى كليلة القدر التي هي خير من ألف شهر في رمضان، وليلة النصف من شعبان التي يعني كما قال الإمام علي كرم الله وجهه في الحديث أو في معنى الحديث: قوموا ليلها وصوموا نهارها. كيف نقيمها؟ أقل القيام أن نصلي العشاء في جماعة والصبح في جماعة، وكذلك نكثر من ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن وصلاة النوافل، لعل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين فيها. وشهر شعبان أيضا فيه نزلت الآية القرآنية في سورة الأحزاب، قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تحل العقد وتفرج الكرب وتستجاب الدعوات وتزال الهموم. فصلوا على البشير النذير محمد تحظو من الرحمن بالغفران، فالله قد صلى عليه مصرحا من محكم التنزيل والقرآن. من محافظة الأقصر، إيمان حسن.